الاحتلال عم بيستهدف الأطفال بكل مكان، بمناطق، بمدارسهم، قريب من بيوتهم. لازم نكون حذرين كتير بهاي الفترة. احنا بنواجه محتلين كتير بيتعاملوا بطريقة وحشية إرهابية، اللي بيحاولوا يقتلوا الناس بكل مكان. هدول هم وحوش أصدقائي الأطفال، بيحاولوا يقتلوا الناس من غير أسباب، وهم على أرضهم ماشيين بيحاولوا يتهموهم بكتير تهم. هاي اسمها وحشية يا أصدقائي، كونوا حذرين منيح على طول. الأصدقاء كلهم تحت 15، الأطفال كلهم تحت سن 18. الأصدقاء الأطفال تحت سن 15 يا ريت لما تكونوا طالعين ترافقوا أمكم أو أبوكم، يعني ترافقوا حد من الكبار.